أسعد الله صباحكم. اليوم درسنا في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي بعنوان الأعداد المفقودة. سنتعلم اليوم إيجاد عدداً مفقوداً في جملة جمع مستعملاً حقيقتي طرح مرتبطة بها. يمكنني أن أجد عدداً مفقوداً في جملة جمع مستعملاً حقيقتي طرح مرتبطة بها. لدي اليوم لغز، وأريد منكم أن تساعدوني في حل هذا اللغز. لدي الآن هذه القطع العد باللون الأصفر، هيا بنا لنعد معاً نستكشف عدد هذه القطع. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. لدي 9 قطع عد باللون الأصفر معلومة، ولكن الجزء الآخر غير معلوم، لا أعلم. ولكن أعلم بأن هذه القطع العد تمثل الكل. لنعد معا حتى نعرف كم عدد الكل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. لدي 15. ماذا تلاحظون في الألوان؟ نعم، لدي هنا اللون الأصفر واللون الأخضر. اللون الأصفر يمثل الجزء المعلوم وهو العدد 9. سوف أخذ الجزء المعلوم وهو العدد 9 وأخفيه. فكم قطعة تبقت لدي؟ كم؟ أحسنتم، 6. إذن الستة تمثل أي جزء؟ نعم، إنها تمثل الجزء المفقود. إذن العدد المفقود هو العدد 6. إذن 9 + 6 = 15. أحسنتم. والآن لدي هنا قطع العد، الجزء المعلوم. كم قطعة لدي؟ هيا بنا لنعد معا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. لدي 8 قطع معلومة، ولكن الجزء الآخر ما به؟ غير معلوم، لا أعلم كم. ولكن أعلم بأن الكل يمثل العدد 14. 8 + العدد المفقود = 14. سوف أمثل الكل بهذا النموذج. هذا النموذج يحتوي على 14 قطعة عد. سوف أمثل الكل بهذا النموذج، وسوف أقوم بأخذ الجزء المعلوم وأخفيه. فكم تبقى لدي؟ كم؟ أحسنتم، 6. إذن قمت بطرح الجزء المعلوم من الكل. 14 - 8 = كم؟ 6. أحسنتم، 6. إذن 6 هو العدد المفقود في جملة الجمع، وسوف أقوم بوضع العدد 6 هنا. إذن 8 + 6 = كم؟ 14. أحسنتم. والآن لدي نموذج آخر. أعلم بأن الجزء الأول يمثل العدد كم؟ 5. أحسنتم، ولكن لا أعلم الجزء الآخر، إنه مفقود. ولكن أعلم بأن الكل يساوي كم؟ 12. 5 + العدد المفقود = 12. سوف أقوم بتمثيل الكل في هذا النموذج، ولكن سوف أقوم بأخذ الجزء المعلوم
وأخفيه. فكم تبقى لدي؟ كم؟ 7. أحسنتم. إذن 12 ناقص 5 يساوي 7. إذن 7 هو العدد المفقود في جملة الجمع. إذن 5 زائد 7 يساوي 12. والآن لدي نموذج آخر. الجزء الأول يمثل العدد 4، والجزء الآخر لا أعلم، ولكن أعلم بأن الكل يمثل العدد 7. 4 زائد العدد المفقود يساوي 7. سوف أقوم بتمثيل الكل في هذا النموذج. ماذا سوف أفعل؟ ماذا كنا نفعل؟ أحسنتم! سوف أقوم بأخذ العدد المعلوم وأخفيه. أحسنتم! فكم تبقى لدي؟ أحسنتم! 3! إذن 7 وهو يمثل الكل ناقص 4 العدد المعلوم يساوي 3. إذن 3 هو العدد المفقود في جملة الجمع. إذن 4 زائد 3 يساوي 7. والآن لدي نموذج آخر. الجزء المعلوم هو يمثل العدد 6. أحسنتم! ولكن الجزء الآخر لا أعلم، ولكن أعلم بأن الكل يساوي كم؟ 6. 6 زائد عدد المفقود يساوي 6. سوف أقوم بتمثيل الكل في هذا النموذج. ماذا سوف نفعل؟ نعم، كنا نخفي العدد المعلوم، ولكن الآن لن أخفيه. ماذا سوف نفعل؟ ماذا كنا نفعل؟ أحسنتم! نقوم بطرح الجزء المعلوم من الكل. إذن 6 ناقص كم يساوي؟ 0. أحسنتم! إذن 0 يمثل العدد المفقود في جملة الجمع. إذن 6 زائد 0 يساوي 6. أحسنتم! والآن أجد العدد المفقود. لدي هنا 9 زائد لا أعلم كم عدد مفقود، ولكن يساوي 13. ماذا كنا نفعل؟ أحسنتم! نستعمل حقيقة الطرح. سوف نقوم بطرح الجزء المعلوم من الكل. 13 ناقص 9 كم يساوي يا ترى؟ كم؟ من يخبرني؟ أحسنتم! 4. إذن 4 هو العدد المفقود في جملة الجمع. 9 زائد 4 يساوي 13. لدي هنا 7 زائد عدد مفقود، ولكن يساوي 10. ماذا نفعل؟ أحسنتم! سوف نأخذ العدد الكل. 10 ناقص الجزء المعلوم كم يساوي؟ 10 ناقص 7. أحسنت! 3. إذن 3 هو العدد المفقود في جملة الجمع. 7 زائد 3 يساوي 10. أحسنتم! وهنا لدي 2 زائد عدد مفقود، ولكن يساوي 6. ماذا نفعل؟ من يخبرني؟ إجابة متميزة! أحسنتم! إذن 6 ناقص 2 يساوي جميل 4. إذن 4 هو العدد المفقود في جملة الجمع. 2 زائد 4 يساوي 6. وهنا لدي 7 زائد عدد مفقود، ولكن يساوي 9. ماذا نفعل؟ جميل! أحسنتم! من خلال جملة الطرح. إذن 9 ناقص 7 يساوي كم؟ من يخبرني؟ أحسنتم! 2. إذن
2 هو العدد المفقود في جملة الجمع. 7 + 2 يساوي 9. والآن لديكم دقيقتان للإجابة عن هذه التدريبات في السبورة البيضاء. أوجد العدد المفقود. لدي هنا 5 + 4 كم يساوي؟ أحسنت، 9. ولدي هنا 9 - 5 كم يساوي؟ 4. أحسنتم. هنا لدي جملة الجمع وهنا جملة الطرح المرتبطة بها. لدي هنا 3 + 0 كم يساوي؟ أحسنتم، 3. وهنا لدي 3 - 3 كم؟ 0. أحسنتم. وهنا لدي 3 + 7 كم يساوي؟ أحسنتم، 10. وهنا لدي 10 - 3 كم؟ 7. أحسنتم. والآن أريد منكم إيجاد ناتج هذه العملية في السبورة البيضاء. لديكم دقيقة. واحد، 2، 3، إلى الأعلى.
جميل جميل، إجابات رائعة. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. لدي هنا 8+5 يساوي كم؟ أحسنتم، 13. وهنا لدي 13+8 يساوي جميل 5. والآن لديكم دقيقتان للإجابة عن هذه التدريبات في سبورة البيضاء. إجابات متميزة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. لدي هنا 2+عدد مفقود يساوي 2. ما هو العدد إذ جمعته مع 2 نحصل على العدد 2؟ أحسنتم، صفر. إذا 2+0 يساوي 2، رائع. لدي هنا عدد مفقود لا أعلم، 2+2 يساوي 8، كم؟ نعم، إنه العدد 6. إذن 6+2 يساوي 8، أحسنتم. والآن لدي 5+عدد مفقود ولكن يساوي 8. ما هو العدد الذي إذ جمعته مع 5 نحصل على العدد 8؟ من يخبرني؟ نعم، إنه العدد 3. إذن 5+3 يساوي 8. وهنا لدي 4+عدد مفقود ولكن يساوي 10. ما هو العدد إذ جمعته مع 4 نحصل على العدد 10؟ أحسنتم، إنه العدد 6. إذن 4+6 يساوي 10، أحسنتم. والآن حان وقت التدريب، سوف أختار الإجابة الصحيحة. لدي هنا عددا مفقود 2+2 يساوي 10. إذن ما هو العدد المفقود؟ هل هو 12 أم 8 أم 9؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة في السبورة البيضاء. Thank you.
العدد المفقود هو نعم 8. أحسنت. والآن لدي 7 زائد عدد مفقود يساوي 13. هل العدد المفقود هو 20 أم 7 أم 6؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة في السبورة البيضاء. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. جميل، إجابة جميلة. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. هل العدد المفقود هو 20 أم 7 أم 6؟ نعم، إنه 6. أحسنتم. والآن حان وقت المزيد من التدريب. أريد منكم الرجوع إلى كتاب الطالب صفحة 67 وكتاب التمارين صفحة 26. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ونراكم في دروس أخرى. إلى اللقاء.